تبقى ما كيقراوش. علاش؟ لان الترونسبور ما كاينش، لان الجمعيه كتبدا هي لانها دارت فايت يعني في عجز، لان الناس اللي مسيرين من بعد ما خداو مصالحهم جاب الله التيسير، داروا لاباس على دار الوليدات، السفريات والتنقلات، الولاد ديالنا في الشقة، هما مدارش من الآن بلا قراية. ها ترونسبور اللي كان من كيحطوا له كهدف من داخل هاد المبادرة ديال النقل ديال التلاميذ، راه ما مشاش لنقل التلاميذ لأنه كان مقتصر على التلاميذ وبالمجان. والغريب هو أن الناس كتخلص، وداك الفلوس اللي كتخلص كتجمع، وتجمعات ما يزيد على 17 مليار، راه كانت في واحد الوقت غير من هنا لهنا، وراه 17 مليار، 17 مليون راه مشات. نقولوها عاوتاني، الآن كيقلبوا لهم على التخريجة، وجدوا لهم التخريجة، هو فسخ العقدة، يا شكون اللي غايسير؟ وفسخ العقدة بلا محاسبة، وفسخ العقدة وهاد التلامذ مشردين، وفسخ العقدة ولا إله إلا الله وسالينا ونبينا عليه السلام. إيوا هاد الجمعية ما دارت جمعان، ما حطت تقريرها الأدبي والمالي، ما دارت ما 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 وضحت للناس منين جا هاد العلف، وعلاش هاد الوضعية وصلوها، وعلاش الآن التلاميذ والناس كتقلب لهم على المخاريج. يا ودي تدخل عقدة، دار لقاء في المجلس الإقليمي، دار لقاء مع رئيس الجامعة ولا ما عرف، فين باغيين يوصلوا هاد الناس؟ علاش غادي نحميو حنايا أربعة أو خمسة ديال الناس مسيرين، وغادي نورطوا آباء فقراء ومن الآن راهم خدامين أخر، راهم مسامحين الشغل ديالهم، شكون اللي غيعوض لهم هاد النهار؟ راهم مسامحين، راهم هادو عمال ديال الصومي، فيهم عمال ديال الصومي، فيهم فلاحة، فيهم يعني بيتلين ما عندوش حتى فين يخدم، ماشي عاد راه خدام إلى آخره، وها هما جايين على حسابهم، وجايين من أجل هاد وليداتهم، ولكن ها هما جاو، شكون اللي غيتحاور معاهم؟ شكون اللي غيتلاقى بيهم؟ شكون اللي غيوضح لهم على الأقل؟ شكون وشكون وشكون؟ واش باغينهم؟ لأن يعيطوا، وهذا اللي غيوقع الوليدات ديالهم، وغتكون مسيرة الفاس. أهلين وسهلين، راه الناس مستعدة، الناس راه كتقول لك راه إلا ما هذه ما كان لا لقاء لا فوضى، مستعدين نديرو، وحتى إلا ما تدارتش هاد النار غيمشيو يجمعوا بمرا وراجل وتلميذ وولد وشاب وكل شيء ويجيو. ها شنو كاين؟ إذن غير باش نعرفو، واش دابا الآن هنا كنساعدو اللي نهب وعجز على التسيير، ولا كنساعدو آباء وأمهات وأولياء ديال التلاميذ؟ أكثر من هذا كنساعدو التلاميذ على التندروس؟ يا فين هاد التمحيص الجامعي؟ يا فين هاد التعليم المجاني؟ يا فين هاد التعليم اللي خصو يكون شامل في هاد المراحل؟ وكاين التخريب، أو عاود لقينا هاد الخطة ديال الموضوع عن بعد، ورا نخليو حتى داك التلامذة عن بعد، وما مازال التلميذ ديال هذا هو ما عنده لا طابليت لا هادي لا هادي، وليكن. والآباء اختاروا التعليم الحضوري ضدا على لو شوا ديال وزير التعليم وديال كاع هاد الناس اللي مسؤولين. الاباء باغيين وليداتهم يقراو، وعندهم وسيله كيخلصوها، راه شهريا كيخلصوا، شهريا كيعطيو فلوسهم، وراه باغيين يقراو ويقريو وليداتهم، راه ما باغيينش ولادهم يكونوا اميين، راه ما باغيينش ولادهم يخرجوا في الزناقي. وهل اللي دافع؟ ما كاين الناس دافعها، هاد الواقع ديال ولادها راه في الصف، ما كاين لا حساب ديال السياسه ولا ديال الانتخابات ولا هم يحزنوا. الا قلبتي هنايا على داك اللي كيكونوا كيهضروا في الانتخابات، راه حتى واحد ما كاين، كاين غير ولاد الشعب، كاين غير فلاحه عمال، هادوك راهم جالسين في الجامعه، راهم ما ولا براهم دابا في التسمسير الانتخابات، ما كاينش هنا، كاين غير الدراوش اللي كيقلبوا المصلحه لوليداتهم، باش بلا ما نبقاو عاد
توا راه شي حداف هذا الشيء، ماشي حداف هادو غير الدراوش. وهاد الملف راه كيعرفوه هنا في هاد العماره، هادي مده. إذن انا غير كنبه وكنقل وجهه نظر ديال الاباء على انه راه الا ما تفتحش لقاء وما كانش حلول لهذا الملف، يا هاد النهار راه مستعدين على انها تكون تعبئه جماعيه من داخل الدواور، ومستعدين هنا يكون اعتصام بالتلاميذ وبالامهات والاباء، ومستعدين اكثر من هذا، يعني لان هذا الملف يعرف زعما صدى ديالو، وتكون حتى مسيره في اتجاه ديال الولايه. وتحيه للجميع.